السلام عليكم، مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، وياكم على العراق من قناه دراغون العراق 2011. طبعا جبت لكم احلى لعبه على الاطلاق، هي لعبه God of War 3. طبعا من اني من يعني شلون اقول لكم، يعني اكثر المعجبين بهاي اللعبه، وخصوصا الجزء الثالث. صحيح نزل الجزء الرابع اللي هو اسكشن، بس الجزء الثالث ما اعرف الى نكهه خاصه، ما اعرف جزء، لان كل الشخصيات المهمه باللعبه وبالقصه هم موجودين بيه. فالجزء الثالث، الثاني طبعا جدا حلو، بس الثالث عندي يعني فتشي ماكو شيء عبره، حتى الرابع ما طلع بقوه الجزء الثالث، هذا بالنسبه لرايي. فانا حبيت انزل لكم اياها، ولو انتم شايفيها وجزء لاعبيها وخاتميها 100,000 مره، لكن حبيت العبها من وجهه نظري، وراح العب اصور لي فد 4 حلقات 5، و ما اعرف جزء اصور 3 حلقات حلقتين، راح اصور حلقه واحده، حخلي لكم حلقه واحده بس تشوفوها، اذا عجبتكم ورتونا اكمل مع فيس كام راح اكمل واكون انا الممنون. اوكي خلينا نبدي نلعب نيو جيم. طبعا ما اقدر اختار تيتنز، اخذ نورمال احسن. My vengeance ends now. نعم بالتأكيد سينتهي، وأنا سأكون المساعد في هذه المشكلة. طبعا تذكرون الجزء السابق الثاني اللي ما يعرفه خلي يعرف، اللي ما يريد يعرف، ما شايف اللعبة ما لعبها لهذا الحد الآن، خلا ساعده. هذا زيوس جمع أخوته ضد ابنه. Born from the depths of the underworld, rooted in the river of souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created دمروها المدينة. A world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Shit. Now, on this day, that power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all that I have wrought. تستاهل. مجرم. زيوس. Put aside the petty grievances that have splintered us for so long. جرافيك رائع، لعبة أكثر من رائعة. We will stand together. سنتحد ضد ونقف معا. We'll wipe out this plague. Olympus will prevail. هذا هو دولة عندكم رسول الآلهة، يعني عفوا داخل اللعبة يعني. فهذا هذا ملك العالم السفلي، الشمس، ما اريد اقول كلمات يعني، بس اللي اقصد به يعني هذا المسؤول عن الشمس وعن القمر وعن هذا. هذول هذا ملك العالم السفلي، وهذا هو المسؤول عنهم كلهم، زيوس الملعون ويا هذا ابن الثاني. طبعا اني بالجزء الثاني اكون على ظهر ملكة الغابات اللي هي يعني تدعى اله الغابات، لكن عفوا استغفر الله يعني شوف انا على ظهره، ابنك عاد وسينتقم منك وسأدمر دراكشن اولمبوس. شوف أسان على ظهر هاي غايا. طبعا وخروا لكم اني لك، ما كنت اتعلمني حركات. تعال حبيبي، هذا اللي يحكي، هذا اللي يحكي كريتوس. اغرتس اغرتس، شوف الحركات دي. تعال
دول صدق جايين على كريتوس يعني من كل عقلهم. ابعد حبوب اقعد. يلا دز ابو دز ابو الشباب دز عين ابو ابو المي هذا ملك البحار. خبزه عود هذا ملك الحجر وضرب ابو المي وطاروا خربيطه سوى اعصار جوا المي. الجرافيك ايش قد يعجبني يا الهي. شوفوا شوفوا حبل تشلب بقايا. لا تخافين لا تخافين لا تخافين انا موجود. تدللين من هالعين قبل العين قبل هالعين تدللين. وخر وخر حبوب وخر. يلا قطع 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 قطع. وخر لك انا كريتوس ملعون. اسويهم تشريب اليوم وخر. هذا اللحم كومه لحم وهو تشريب ماكو. وخر يلا عيني يلا. ها تعال 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 تلاه مو معب عليكم. اكو واحد جاي يتحارش بكريتوس. كريتوس بريعوس واقف على الحائط. يلا وخر اليوم مال اليوم اليوم اليوم. شيت طبعا صار لي فترة طويلة جدا من لعبت اخر مرة. اوه هلو هلو عيني هلا بيك حصان متوحش. هاي لا تتفل علي يا زين. هون اسمع له ما له خلاص. هذا مو حصان هذا حصان متوحش. جيبه طبعا لعبت على النورمال حتى ما اعيد يعني اموت هوايه واخذ من وقت الحلقه. انا اقدر العبها يعني اتذكر اول مره لعبتها لعبتها على التايتنز. لا لا مو منه مو منه لك ابني مو من النار. شوف هيك تهرب من عنده. لك ابني لا تضربني ما حد يضربني اني. شوفه الا هيك ما تجي بالعين وغاتي يعني بس ما تستحي. اوكي يلا تعال تعال شلب بيها زرافة القية قاية ما ادري قية. ابني لا تعيط هذا حصان الا يراد له تربية. شوف ايش قد حلو الاسلحة حلوة من تروح الطاقة مالته. هاي ضربة القاضية بالاخير حلوة. وهاي اضربها بماجيك. لك لا تدفع. شوفها هيجي اضربها بماجيك ثاني. تدلع. لك ابني لا تدفع. هذا بس يدفع. يعني ما راح تتوب مو؟ حلو ومربع كبسه زين. مربع ثاني. شوف هذا حلقك راح اشقه. ويلي شقيت الحلقه. شوف هذا المثل يقول لك اللي تحكي جاي احشق الحلقه. باي سولف لنا على الدبه. والله مو صعب. حلو ايش حلو.
ماونت اولمبس، جبل اولمبس. غريتوس تنطرن غريتوس تنطرن. شمرني على الجبل مال لك ابني وخر. هاي ماكو داعي لان اول تال حيروح هاي من عندي. انا اتذكر لاعب الجزء اللي فاتت شنو قصدي المره اللي فاتت من لعبتها، لان ما اكذب عليكم اقول لكم العبها. لا والله لاعبها من قديم اللعبه. الله الجرافيك جد حلو جايتش. اوكي نرجع. هذا تعال عيني تعال 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 وابني من اللي من تدفع انت علي ما تشمر سامتي. تعال يمي ماتوا من الخوف. هذا زم واحد. تعال جيبه هلا بيبي حبيبي ولا ايش فيك. تعال تعال نقرا الكتاب هذا. اوكي ماكو داعي. هذا دم طبعا هم ماكو داعي ناخذه. ادري انا دم يحتاج يعني قصدي الراد لدم بس. ويلي هذا يسمونه قلب الاسد. هاي علي هاي بنيه هاي ولك. تعال تعال شقيتش نصين وخر. هذا ما يسمعون كلام هيك وحوش. انا ما لازم احد يربيهم. شيت حلو هذا وحش ابو النار. وحش ابو النار يحارب ملك الشمس وصار هوسه. ويا زيوس ملك الملوك جيبه قايا شقها شق المريء قصدي شو اسمه جيبه. يلا يلا تحمل 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 شقي بطنه خضايا. هاي الاجنحه اللي اخذتها من شو اسمه هذا محتاج. طبعا انا ليش ما اخذت شباب الصناديق هاي كلها تعرفون ليش؟ لان مثل ما تدرون انتم كل بدايه لعبه من جاد اوف وور بدايه اللعبه يعطيك اياه كلش قوي وبعدين ياخذ كل القوه مالته حتى يرجعها بعدين حتى تاخذها تلعب بيها. هلو جنتور هذا يسمونه جنتور يعني كنتور ولا شنو؟ لا اي سويتها جبت شقيت البطنه. كان من جاي تضرب؟ تبي تستحي جاي تضربني؟ انا ما تعرف انا منو؟ عيون ما يستحي خرب هبل لك تعال لك لا 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 تعال هيك احسن هيك. ياها يلا ديخ درقن تعال يراد لك شق يراد لك عمليه شق بطنه. ناس ما تستحي يعني ايش تسوي لها؟ لك ابني يعني زيوس هسه حشق البطنه فلا احد يجي يقول لي ايش اسم هذا منه. تعال تعال هذا انت ابو شنقال تعال شنو انت ما تستحي؟ طب ناس ما عنده اخلاق. اوكي خلال هاي افتحها بعدين
يجي المصعد ما ادري يجي مصعد باب مسدود حلو هذا من جوا شوفوا هيريز هاي الجثة مالته يسمونه الاله الحرب السابق انا باللعبة عفوا ها يلا ديخ يا الله ماكو داعي سوينا خزن حلو كريتي نيو سمبل تمبل اوف اريز معبد اريز والله لازم معابد هاي نفلشها كلها كفرة جرمين قاية جيتش تدليني جيتش عيني مكلو كبسة قطعي شنو قصدي قطع دائرة لا نخش شغلة هذا حيل متوحش ويلي شق الحلقها راحت عليها بعد لا تدفع لا انت ما تجي ياكل لازم راح ما يجي ياكل عينه غاتي لا لازم القى نقطة ضعفه عفوا رجعنا لكم اوف ليش هيجي حبي ليش هيجي حبي منو هذا اللي شقينا حلقه رجع من جديد وخ شقيت البطمه ايام شقينا دي شقه مخيدها هون قمت اخربط اليوم هذا اللي ياكل طماطه هوايه يقوم يخربص طبعا يوم ما كنت طماطه بس ما اعرف ليش قصها ليده يا ابو بل فخر هاي اوكي رايح ندخلها بصدرك ان شاء الله تعال حبوبي تعال نرجع للوراء انت ما يفيد عينو غاتي لا وخ خرب هبل ما يصير هيجي خلينا بالتفاهم من كتلك ما عندي ماجيك يخص ايه صار عنده غماء راح نفتح صدره فتحنا صدره وراح نجيب لنا هاي الحلوه هيجي ونديها بعدين نسوي له عمليه زرع قلب شلونك حبي حلو دخلناها جوا بالصدر حتى بعد خلاص توفى اني احسن انتي فايروس القيه صاير احلى انتي فايروس